اول شوطين ما لعبنا لنبي، اعطيناهم هم اللي يبون الجيم بلان مالهم، لعبوا علينا. ففي الشوط الثالث والرابع عدلنا اللي علينا ولعبنا زين. انا فخور باللي اديناه، وايد لعبنا زين، قادم افضل ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، المباراه يعني كانت وايد زينه، بدايه جود ديفنس اند جود اوفنس. مع ظروف المباراه يعني نجمر رجعوا لنا وطافونا في الكوارتر الرابع، بس بخبره الشباب يعني تعليمات المدرب الحمد لله تباركنا هالامور هذه وخلينا المباراه، وان شاء الله ان شاء الله المباراه القادمه افضل وافضل.